السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة CYS232. في نهاية تابتر 2 حكينا إحنا في حساب ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل باستخدام الماتريسيس، وقلت لكم راح أرجع أعمل محاضرة لإلها. فجهزت لكم إكزامبل كيف أني أحسب، في عندي ثلاث معادلات وثلاث متغيرات، وبنفس الوقت بدي أحسبها باستخدام الماتريسز. فمثلا المعادلة التالية اللي موجودة بين أيدينا الآن، عندي 3x زائد 3y زائد 2z يساوي 15. المعادلة الثانية 2x ناقص 2y زائد 4z يساوي 12. والمعادلة الثالثة 5x ناقص 3y زائد 2z يساوي 5. كيف أنه أطلع نتيجة؟ ورح يطلع معي الجواب x يساوي 1 y يساوي 2 و z يساوي 3، لكن بدي أحسبها باستخدام الماتريسيز. الفكرة الآن أنه نعمل ماتريكس. بالماتريكس هذه بيحتوي على اللي هي الشق الأول من المعادلات، اللي هي ثلاث الماتريكس بده يكون الكولوم الأول 3 2 5، الكولوم الثاني 3 1 3، والكولوم الثالث 2 4 2. إذا 3 2 5، 3 ناقص 1، هي ناقص واحد عفوا، وثلاث ناقص 3 و2 4 2. نحسب الديتيرمنت زي ما أخذنا. كيف نحسب الديتيرمنت؟ فبيطلع الجواب معي 76. بيطلع معي الجواب 76. الآن بدي أحسب الماتريكس ولكن باستخدام X، يعني بدي أعوض بدل X أو معاملات X بالجواب. يعني الجواب اللي موجود أمامي هنا 15 و12 و5، بدي أحطهم مكان 3 و2 و5. بهاي الحالة هي هاي المعادلة الثانية 15 12 5، ونفس القيم بالمعادلة. إذن بس فقط استبدلت معاملة X بالجواب، فبيطلع معي الديترمينانت لما أحسبها بيطلع 76. وطبعا بدك تراجع كيف تحسب الديترمينانت. أوكي، إذن طلع معي 76. إذن DX بعد ما أعوض الجواب بكل معاملات X بيطلع معي DX. دي واي اني اخذ هذه القيم او النتائج هذه ال 15 و12 وال5 احطهم بدل معاملات واي. اذا بدل ما كانت في عندي معامل واي اللي هي كانت 3 ناقص 1 و3 ناقص 3، هيها حطيت بدلهم اللي هي 15 و12 و5، وطبعاً معاملة X اللي هي 3 و2 و5 بترجع زي ما كانت. فلما أجي أحسب الـ DY الديترمينانت لهذه بتطلع 152. نفس الخطوة هذه بسويها مع معاملات Z. معاملات Z، إذن Z اللي هي 2 و4 و2 بحط بدالهم اللي هي 15 و12 و5، فهي الخطوة الثالثة دي زد. إذا 15 و12 و5 حطيتهم مك بدل معاملات زد، ثم حسبت الديترمنت فبيطلع 228. الآن مشان أحسب أنا قيمة إكس المتغير إكس بقول دي إكس على دي على الديترمنت، ودي واي على دي بيعطيني قيمة واي المتغير واي، ودي زد على دي بيعطيني قيمة زد. ف 208 مثلا ال 76 على 76 بيعطيني 1، 152 على 76 بيعطيني 2، و 228 على 76 بيعطيني 3، فبيطلع معي الجواب 1 2 3. اذا الثلاث معادلات بثلاث متغيرات بقدر احسبهم باستخدام المصفوفه، وهذه الطريقه اللي هي طريقة استخدام المصفوفة بتعطيني جواب. طبعا في احنا اخذنا بالتعويض سابقا، اخذتوا انتم بالتعويض، بتقدر تحلها بالتعويض وايضا راح يعطيك نفس الجواب. اذا هذا الجزء اللي كان ناقص من نهاية بنهاية تشابتر 2، فبضعه
لكم للمعرفة وللاستفادة. الله يعطيكم ألف عافية.